مثلث برمودا، برمودا تراينجل، المعروف أيضا باسم مثلث الشيطان، هو منطقة جغرافية على شكل مثلث متساوي الأضلاع، ومساحته حوالي 1,000,000 كيلومتر مربع. يقع في المحيط الأطلسي بين برمودا وفلوريدا، ويعتبر شقيق مثلث التنين. تعتبر برمودا منطقة شهيرة بسبب عدة مقالات وأبحاث نشرها مؤلفون في منتصف القرن العشرين تتحدث عن مخاطر مزعومة في المنطقة، ولكن إحصاءات خفر السواحل للولايات المتحدة الأمريكية لا تشير إلى حدوث حالات اختفاء كبيرة لسفن وطائرات في هذه المنطقة أكثر من مناطق أخرى، كما أن العديد من الوثائقيات أكدت مؤخراً زيف الكثير مما قيل عنها، وكذلك تراجع العديد من التقارير حجة نشرها للأحداث بصورة خاطئة. واعترفت أيضاً العديد من الوكالات الرسمية بأن عدد وطبيعة حوادث الاختفاء في مثلث برمودا كانت مشابهة لغيرها من المناطق في باقي المحيط لا أكثر. كان أول ادعاء بحالات اختفاء غير طبيعية في برمودا عام 1950 من مجلة أسوتشيد بريس، وبعد عامين نشرت مجلة فيت مقالة قصيرة من جورج العاشر ساند بعنوان لغز في البحر عند بابنا الخلفية، تتحدث عن فقدان العديد من الطائرات والمراكب بما في ذلك فقدان الرحلة 19. كانت مقالة ساند المقالة الأولى التي تتحدث بشمولية عن المثلث الذي حدثت به الخسارات. غطت مجلة أمريكان ليجيون في إبريل عام 1962 حدث ضياع الرحلة 19، وزعم حينها أن قائد الرحلة سمع قائلاً: نحن ندخل مياهاً بيضاء، لا شيء يبدو جيداً، نحن لا نعرف أين نحن، المياه أصبحت خضراء، لا هي بيضاء. وزعم أن قادة الرحلة أرسلوا إلى المريخ. كانت مقالة ساند الأولى التي تقترح أن الحادثة هي شيء خارق للطبيعة. وفي فبراير عام 1964 كتب فينسيت جاديس في مقالة مثلث برمودا القاتل، متحدثاً أن الرحلة 19 والاختفاءات الأخرى كانت جزءاً من نمط من أحداث غريبة في تلك المنطقة. وفي العام التالي وسع جاديس مقالته حتى أصبحت كتاباً بعنوان آفاق غير مرئية. بعض العلماء وجدوا أن السبب علمي ولا مجال لوجود الغيبيات، وقالوا أن المنطقة هذه تغطيها سحب سداسية تسبب كتلاً هوائية وتودي إلى العواصف التي تقوم بدورها بسحب من يمر خلالها، والبعض يقول أنها منطقة الشيطان المجهولة.